بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نريد نحكي على موضوع التسميات، بالذات تسمية كلمة المتطرف. ما معنى المتطرف؟ في أيامنا هذه كل ما تسمع كلمة متطرف فورا يجي ببالك داعش ولا القاعدة، يعني يجي ببالك مسلم جهادي يقتل ويفجر وكذا، والحقيقة ليست كذلك، لأنه التطرف موجود، وخاصة في أيامنا هذه من الناحية الدولية، في أيام ترامب أو بايدن، في أيام ماكرون في فرنسا، بوريس جونسون في بريطانيا، الإيرانيين في العراق، السعوديين في اليمن، ويعني كل الأطراف، والإمارات أيضا في اليمن، وإسرائيل في الإمارات وكذا. يعني الأمور السياسية في كل العالم ماشية باتجاه أنه أصحاب الحكم كلهم متطرفين. المتطرف هو الشخص الذي له فكر، لكن ليس فقط له فكر، بالنسبة له فكره صحيح وفكر الناس غلط، وأيضا لا يقبل أن يكون هو عنده أي خطأ فيه، يعني هو معصوم من الخطأ وباقي الناس كلهم خطأ، واللي ينتقده يعتبر مهاجمه، وما يقدر يشترك بالأفكار مع شخص معين أو فئة معينة إن لم يكن يوافقه كل شيء. يعني في الماضي في الإسلام عندنا 4 مذاهب، واتفق العلماء أن يختلفوا، ويقال إنه الاختلاف رحمة. لكن الآن نرى كل من عنده فكر يعتبر فكره هو الفكر الوحيد الصحيح، وأي فكرة مناقضة هي فكرة خاطئة، وصاحب الفكرة ليس فقط عدو، بل عدو لدود لا يستحق الحياة. فلو نظرنا مثلاً في الولايات المتحدة حاليا، عندهم بعد محاولة الانقلاب اللي حصلت ما زال ترامب عنده مؤيدين، تتناقش وياه ومصر انه الذي حصل صحيح. يعني اكو بيهم عندهم فكرة جديدة اللي يسموها كيو انان. فكيو انان يؤمن انه هناك مجموعة من الحكومة العميقة التي تتاجر بالبشر وتمص دماء الأطفال. يعني فكرة مجنونة، لكن بالنسبة لهم هذه الفكرة صحيحة، وكل من لا يعتقد بفكرتهم فهو خائن، إن كان أمريكي أو معادي إن لم يكن أمريكي. نجي كثير من المرات تلقى على الإعلام، تلقى الإعلاميين ناس تخون بناس لمجرد اختلاف الفكرة. يعني مثلا إعلامي سعودي يقول لإعلامي يمني أنتوا خوارج. يابا خوارج، كيف كان خارجي إن لم يكن برقبتي بيعة؟ لازم يكون برقبتك بيعة حتى تخرج عن الطاعة. لكن هذه المصطلحات المشحونة تداولها صاير سهل جدا بالنسبة للناس، ذهب عن أخلاق النقاش. والوطن العربي حاليا في حالة مأساوية جدا، لأنه سواء العامة أو
الإعلاميين اللي المفروض يكونون هم يمثلون يعني فئة معينة من الشعب أو حتى يمثلون الحكومة غير قابلين للنقاش، يعني معناها أنهم متطرفين من كل الجهات، الكل متطرف. أنا من هسه أجي أقول في العراق، أقول يابا أنه الله يرحمه صدام حسين مات وكان عنده السيئات وكان عنده الحسنات. العالم أما راح تقول لي شلون تقول عنده سيئات، أو راح تقول لا لعنة الله عليه مدري إيش كذا ما كانت عنده أي حسنات، يعني ماكو فكر معتدل. أنا دائما من أدخل في نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي أعتبر نفسي منتصر في الوقت أنه كل الجهات تسبني، يعني معناه أنه أنا صحيح بالنسبة إلي، لأنه ما ممكن للإنسان المعتدل أنه يرضي أحد لأن الناس كلها متطرفة. فأني إذا أرضي شخص معين أما أنه هو معتدل أو أني هم صاير مثل المتطرفين. وهذا ملاحظ من الناحية السياسية، ويسبب هذا يسبب خلل في اللحمة الاجتماعية ويسبب خلل في علاقات الدول. يعني هسه احنا ننظر الى العراق، المقاومة او من يدعون انهم مقاومة يتكلمون بنبرة غير واقعية. احنا ندري كل زين لولا الأمريكان هذول قادة المقاومة ما وصلوا إلى مناصبهم، وأنا متحير بالشعب العراقي اللي صدق إنه فعلًا أكو مقاومة. زين إذا أنت إذا أنت مسؤولك أو قائدك جاي بقوة السلاح الأمريكي وبعدين يرد يقول لك الموت لأمريكا، شلون الموت لأمريكا؟ مو زين شنو الموت لولي النعمة؟ ومتحير الشعب شلون قابلها. وأنا أقول إنه الشعب قابلها بسبب التطرف، لأن التطرف نوع من الجهل، نوع من الكسل الفكري، لأنه المتطرف ما يحتاج يفكر ولا محتاج يحلل، عنده مجموعة نقاط هذه أفكاره ولا تتبدل. فالمتطرف هو أساساً إن لم يكن غبي فهو كسول جدا فكريا. نجي على تحويل كلمة التطرف إلى تسميات أخرى، مثلا الإرهاب. احنا ندري كل زين أنه الكيان الصهيوني متطرف، وندري كل زين أنه الحكومات العربية كلها متطرفة، وندري كل الزين انه حتى الامريكان متطرفين هالايام، يعني ماكو نقاش. الاوروبيين نفس الشيء. لكن استخدام كلمه ارهاب صارت انتقائيه وصارت فقط على المتطرفين المسلمين. وان شاء الله بالحلقه الجايه راح أحكي على موضوع تعريف الإرهاب، وهل هناك فعلا تعريف للإرهاب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.